عزيزي مشاهد قناه عرب هاردوير، اتمنى انك تكون دلوقتي بخير وقاعد في البيت، لان حقيقي الوضع ما يسمحش بانك تكون غير في البيت. الخروج بس للضروره القصوى قوي. لو انت بتشتغل في شركه وحاليا بتشتغل من البيت، فالهدف من كده انك تشتغل من البيت عشان عجله الانتاج ما توقفش، لكن الاهم انك تكون بامان، لاننا هنا في عرب هاردوير عملنا نفس الموضوع، والتواجد في المكتب بقى للضروره القصوى قوي زي دلوقتي، لاننا هنا بنعتبر نفسينا عيله واحده، وعشان نحافظ على العيله الواحده دي اخذنا القرار ده اننا نشتغل من البيت، وتواجدنا في المكتب يكون للضروره القصوى قوي. عشان كده ضمننا ان كل الفاسيلتيز المتاحه معانا تساعدنا في حاجه زي كده، غير ان احنا عاملين حمله تبرعات لوزاره الصحه المصريه، وده واجبنا باتجاه المجتمع في اننا نحاول على قد ما نقدر نحجم انتشار فيروس كورونا، ونحاول نقدم حاجه لوزاره الصحه المصريه في شكل حمله تبرعات لصالح الدكاتره ومصابي فيروس كورونا المستحدث، عن طريق بطولات اونلاين بينظمها موقع جي بي ارينا. اكتر من 20 تورنمنت اونلاين لعدد 4 العاب مشهوره زي كروس فاير، ببجي موبايل، ولايت، واخيرا ريمبو 6 سيج. مش لازم تروح مكان معين عشان تشارك في المسابقات دي، هتلعب من البيت انت والفريق بتاعك، وان شاء الله النت يساعدك، وبمجرد اشتراكك عرب هاردوير هيتبرع بجنيه عن كل بلاير لصالح وزاره الصحه المصريه. شارك حتى لو مش هتكسب، هسيب لك لينك المسابقات تحت. الالعاب دي عامه معتمده على السرعه، ومفيش اسرع من الاس اس دي في انك تخزن عليه الالعاب دي، ويا حبذا لو كان ام دوت 2، ولو ام دوت 2 فالاختيار بتاعك يكون حاجه زي الاي داتا اكس بي جي جامكس اس 11 برو. تعتبر النسخه دي واحده من اسرع النسخ المتاحه المعتمده على خطوط البي سي اي اكسبريس 3x4، بتقدم سرعات قرايه وكتابه تقدر ب 3500 و3000 بالترتيب على حسب مساحه النسخه، اللي بتبدا من 256 جيجا بايت لحد 2 تيرا بايت بضمان 5 سنين، وعليه هيت سينك شكله لطيف جدا، وقدره كتابه مثلا في النسخه 2 تيرا بايت تقدر ب 1280 تيرا بايت، وده عمر كتابه كبير جدا. احنا دايما بيكون عندنا ملفات ريبورتس، ملفات اكتر من شخص بيكون ليه انبوت عليها، ممكن نستخدم الكلاود، بس الكلاود بيكون محدود المساحه شويه، وبعض الملفات دي بتتعمل من المكتب ومساحتها ممكن تكون كبيره على الكلاود، فانا عاوز الناس تاكسس عليها من غير ما اقلل من مساحه الكلاود بتاعتي. انا عندي وحده كيوناب اساسيه، هسيبها زي ما هي واعمل واحده جديده. انا هستخدم في الحوار ده الكيوناب تي اس 230، نسخه كده صغيره شكلها لطيف، لونها مختلف شويه، هتكون ضيف جنب النسخه الكبيره اللي عندنا الكيوناب تي اس 932 الاساسيه. الغرض من النسخه دي انها تقوم بوظيفه معينه، وبعد ما الاوضاع تهدى يا اما هتتحال على المعاش يا اما هتفضل موجوده. النسخه دي جايبه بروسيسور ريل تيك ار تي دي 1296، بروسيسور رباعي النواه، بيشتغل على تردد 1.4، شايف انه كافي جدا لمجرد الاكسس على فايلات حجمها صغير او حجمها كبير. جايب رامات بحجم 2 جيجا بايت، ودي اقصى رامات ممكن تيجي بيها النسخه دي، ومفيش ابجريد بعد كده. بيجي بمكانين للهارد 3.5 بوصة او 2.5 بوصة لو عاوز الدنيا تكون اسرع باستخدام الاس اس دي، وده بالظبط اللي انا هعمله. بس عشان الوحده اللي انا اخترتها هي انتري ليفل شويه، فانا مضطر اروح للاس اس دي الساتا بمساحه 1 تيرا بايت او 960 جيجا بايت بالتحديد. التي اس 230 فيها كل حاجه انت محتاجها، سواء الدعم في السوفت وير كسيستم كيو تي اس او البرامج اللي فيه، ميزه يو اس بي كوبي اللي موجوده هنا، عندك طبعا اهم حاجه اللان ال1 جيجا بايت. انا هركب الاس اس دي، وعشان اركبه او اركب اي وحده تخزين محتاج افك الجزء الامامي بالكامل، وده الى حد كبير مش صعب جدا، والغرض منه انه يحافظ على انسيابيه الوحده في الشكل، وبعد كده ندخل بقى الوحده على الشبكه وطبعا نوصل لها الباور. النسخه دي ما فيهاش بلت ان جي بي يو، فما فيهاش اي منافذ ديسبلاي بورد، يعني الشغل كله هيكون من على الشبكه. عشان اعرف اوصل لنسخه كيوناب، هي في البدايه بتاخد اي بي ادرس عشوائي، طبعا انت مش هتكون عارفه، فهتكون مضطر اما تجرب وده هاسل كبير جدا عليك، او انك تنزل اكستنشن باسم كيوناب فايندر على كروم، او كيوناب فايندر برو على الويندوز او الماك او اللينكس، مفيش اي مشكله من الاثنين، الاثنين شغالين على معظم الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده. الموضوع في البدايه بياخد شويه وقت عشان الوحده تقدر تاخد اي بي محدش واخده، سواء جهاز او اكسس بوينت، لكن في النهايه توصل للوحده بتاعتك بكل سهوله، يعني انت مش محتاج انك تحفظ اي اي بي او اي ارقام. المهم ان بعد ما تدوس على الوحده الجديده هيفتح لك صفحه، ومن هنا هيبدا ينزل اخر نسخه متاحه من نظام كيو تي اس. انا انصحك تعملها لان ده الاوبشن الوحيد اللي قدامك، وده بالظبط اللي هيحصل. بعدها هيعمل ريستارت للوحده، ونرجع تاني للخطوه الاولانيه بتاعت كيو فايندر. بس المره دي هنبدا بقى نهيئ الوحده بتاعتنا للشغل. اول حاجه هنديها اسم، وهنغير الباسورد بتاع الادمن، تقدر تديها اي بي ادرس لو تحب، او تسيب الموضوع على الوضع اللي عملته من البدايه. وبعدها هندي للوحده القدره انها تتعامل مع مختلف الانظمه، سواء ويندوز او ماك او اي توزيعه من توزيعات لينكس. والسبب اننا هنا في عرب هاردوير بنستخدم اكتر من اوبريتنج سيستم مختلف، في اللي بيشتغل على ويندوز، وفي اللي معاه كروم بوك اللي هو عباره عن توزيعه من توزيعات نواه لينكس، وفي اللي معاه ماكنتوش، وفي اللي معاه
هاكنتوش، يعني اكتر من اوبريتنج سيستم، فمش عاوز يكون في اي عائق قدام اي حد في الوصول للملفات او حتى انه يرفعها على الكيوناب. المهم هنسيبها شويه وبعدها هتعمل ريستارت تاني، وده غالبا هيكون اخر ريستارت هتعمله. بعد الريستارت هنخش على الوحده مره تانية، اما عن طريق الاي بي ادرس لو انت عاوز تحفظه، او عن طريق الكيو فايندر لو انت عايز حاجه تشتغل بسهوله. بعدها نبدا بقى نعمل شويه حاجات، اولهم اننا نحدد نوع الاستورج اللي نشتغل بيها، وبعدها نعمل الفوليوم بتاعتنا ونقسم مساحتها للسيستم عشان يستخدمها، ومساحه عشان السناب شوت، ومساحه عشان اليوزرز اللي هيبداوا يستخدموها، واخيرا الاكسس من بره اللوكال نتورك، وده الهدف من الكلاود لينك. بما اني هستخدم اس اس دي واحد بس، فانا مش هعمل خطوات كتير، الشغل كله هيكون في الفوليوم. كل اللي هيتم بس في الاستورج اني احدد الاس اس دي. الفوليوم هينقسم لسنجل وثيك وثن، انا اختار الثن، وده لان اهم حاجه فيه بعد السناب شوت اني هقدر اكبر مساحتها في اي وقت. بعدها هبدا احط الفوليوم كاباسيتي اللي هتكون للسناب شوت. هي ليها حسبه معينه انت تقدر تعدل عليها زي ما انت عايز، انا هسيبها زي ما هي. بعد العمليه دي ما تخلص هتاخد شويه وقت عشان يبدا يحط فولدرات السيستم الاساسيه. من اللحظه دي انت بقى عندك، وانا بقى عندي القدره اننا نعمل فولدرز خاصه بينا. هنروح على الفايل ستيشن ونعمل شيرد فولدر، ده اللي هيبدا يستخدمه زباينا من البيت، وبعدها هنعمل اليوزر والباسورد لكل واحد. افتكر انك ممكن تعمل اي باسورد وتديه لليوزر ده وتعمل صلاحيات ليه اللي انت عايزها، ومن بعدها هو يقدر يغير الباسورد زي ما هو عاوز. اخر خطوه ودي بقى اهم خطوه، وهي الكلاود لينك. ده المنفذ الوحيد اللي هيخليك تقدر تاكسس الوحده من بره اللوكال نتورك. انت من اللوكال نتورك كل اللي محتاجه هو الاي بي ادرس يا برنامج كيو فايندر، لكن من بره الموضوع مختلف، مش معقد بس محتاج شويه خطوات في البدايه. اولهم انك تنزل منصه ماي كيو ناب كلاود من الاب سنتر، بعدها تفتح المنصه وتبدا الخطوات بتاعتك زي انك تحط اي دي كيو ناب في حاله ان عندك واحد. لو مش عندك واحد فانت هتعمل كرييت لواحد جديد، هتدي للمنصه بتاعتك اسم خاص بيها من غير اي سبيس عشان يديك اللينك الخاص بيها، وبعدها تختار الاكسس يكون بابليك ولا برايفت. انا هختار برايفت لاني هبدا ابعت انفايت للناس هنا ويخش على الوحده من البيت بالاي دي والباسورد بتاعه عادي جدا. ده ببساطه شديده جدا ازاي هنشتغل من البيت، وفي نفس الوقت ما نحملش هم اي حاجه ليها علاقه بالداتا، ومش بالضروره نعتمد بقى هنا على الكلاود سيرفيس. في النهايه انا او اي حد من اللي شغالين معايا بقى ليه اكسس على الداتا دي في اي وقت، ومفيش اي عطله ومفيش اي علاقه باي مكان، ايا كان حجمها وايا كان هو فين هنقدر نشتغل حتى لو اكتر من واحد في نفس الوقت. الليمت الوحيد بس هو الانترنت، وسواء هنا او هناك السرعات كويسه جدا دلوقتي او المفروض تكون كده. وده يودينا على مدخل مهم جدا، هل الانترنت في مصر وحش ولا احنا اللي ظلمه؟ عشان نعرف محتاجين ندور شويه في الموضوع ده، بس الاهم نفضل في البيت، ستي هوم بلاي سيف. وكما هي العاده لايك لو حلقتنا عجبتك، رايك تحت في التعليقات، اشترك في قناه عرب هاردوير عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالحلقات اللي جايه، اتفرج على الحلقه اللي هتظهر لك حالا، واشوفكم في الحلقه الجايه.